يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لما خص الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام بالحنيف في قوله سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين؟ نعم، لأنه أول، هو القدوة في هذا، لأنه قدوة إمام، كان أمة يعني إماما، هو القدوة، وكل من جاء بعده واقتدى به فهو حنيف، ولذلك يقال الحنفاء. الحنفاء أي الموحدون الذين هم على عقيدة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قالوا لهم حنفاء. نعم.